الصبر ليك يا ربي. هكا ترى الواحد متلطلع في الحجر الصحي. الصبر يا ربي الصبر. والله هاي الكورونا هذه كشفت لك برشا حاجات، وقفاتك على برشا حقائق. هاي الكورونا اش مروح بي؟ اش مروح بي اللي هي اش مروح بي؟ كنت في فرنسا غادي راي، لا خنجي نعمل طلع على تونس. يعني هاني جيت يا سيدي لتونس، هاني جيت لتونس. ها اش فيها يا رسول الله؟ قال لك 140 تيرير نتاع انعاش، وعندنا 500 بير نتاع بترول. والله عاد فاهم حد شيء. لا 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 هكا هكا مروح لي هكا يا رسول الله. ليه مش نقبل الحجر الصحي كما هكا مخنوق؟ اه يا دنيا حتى من زهو هزت صغار ومشتة. اه يا زهو الكورونا ظهراتك على حقيقتك. لا 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 مش مزال تو عندي 14 يوم، عندي تو 10 ايام معناتها مازال 4 ايام. هذا ايش عدوا 4 ايام تو في لوح الان يتعدوا كيما هكا. اليوم شنو هو؟ اليوم لحد لا الاثنين. اه حق لحد ما جاش عندك الاثنين. لا اليوم لحد ايش يعني في سبتمبر؟ والله الايامات دخلت تعلق ما عادش عارف روح يا في الشتاء يا في الخريف. والله شيء غريب معناتها مازال 4 ايام تو ياكلوا. هذا ما عادش حاجه كبيره شنو زياد برا نحسب الزليد على الاقل. عندك زليد نميترو فيه 4 كعبات وكاك. عندك زليزه اثنين ثلاثه زليزات من تحت في الزليز ليه هذه اخر طلعه. نحسب الزبان عندك زبانه زبانتين ثلاثه زبانات 4 زبانات خمسة. الخمسة حسبتها الدبانة الخمسة هذا حسبت الدبان زعما يعدي بالكورونا. الواحد ياخذ احتياط ما دام في الحجر الصحي ناخذ احتياط. شوف سبحان الله والله الكورونا قلبتها الدنيا سفاها على علاه ما عادش تفهم من حد شيء. الاقهال ولات مسكره في العشيه تقول علينا في رمضان ونصوموا في الليل. سبحان الله سبحان مغير الاحوال. نعمل تروح شكبة على الأقل شكبة تعدي الوقت. هاي تجري ولا نجري؟ باه هاكا ونجري لي قص باه هاي ايش هاي كو ايامات كمل ايامات كانوا منعت ولا عشاك بلعت.
الروح في راسك. اشنو هو؟ تحبوا تورثوني بيحيى؟ اسمعني نقول لك، ني الكورونا راهي ما تاكلش مع النقار، ها؟ اما ني بالحق تو عرفت الكورونا منين جاتني، يعطيها مع الكرومه. يا نقار اصبر وسع بالك، هيا مات وتتعدى يا نقار. حل يا خال، حل الباب، حل الباب. ما تمش الباب يا نقار، هكا تو حق في ناجي تطل عليك باش تولي حل الباب باش تعديني يا نقار هكا تو. ما تخافش يا خال ما تخافش، المناعة بتاعتك قوية، أنت عندك برشا مناعة، ما تضركش الكورونا. باش من مناعة يا نقار خويا وكان يتسكى الكورونا الخال، والله ما نحبس غادي. الخبز مفقود، السميد مفقود. الفارينة ما ثماش، الثوم ما ثماش، اش نقولك يا نقار خويا اش نقولك؟ والله خلطت من بعدي ليه، هاي خلطت وجلدت من بعدي ليه. هاي خلطت وجلدت يا نقار، هاش يتخاطفوا في السميد من فوق الكوامل يا نقار. ربي هذاك ربي. الله نعم. نسمع فيه. نسمع فيه. يا خال. آه. جيب لي شوية دخان ولا شيشة يرحم ربيك يا خال. نعذتك كبيرة يا خال، والله نعذتك كيما بان. يا نقار خويا يا نقار، أنا دخان، الدخان زادوا فيه يا نقار. الدخان زادوا فيه. جد. والله والشيشة بالمعارف، لازم عندك اكتافات باش تاخذ شيشة. شيشة بالاكتافات. والله يا نقار اش تحكي لك خويا. غير نخل. واو قال قيس سعيد باش يولي يكسب معانا الشهرية. رسول الله. واتحاد الشغل قالك باش لازمنا نتبرع بنهار عمل. اوه يا رسول الله يا ليتني. يا رسول الله يا خاصتهم باش يبيعونا جرودنا يا نقار. يا ليتني ما روحت من فرنسا عامله مشومه. والفخفاخ قال لنا صبوا دينار دينار، كل حرب صبوا له دينار. مال الدولة باش تتعاون، الدولة ما عندها شيء. يا حليل منين من الدولة؟ قالك انا نحفروك في الحفر. اوه يا رسول الله. انا مات وعطوا نحفروا له حفرة بلاش. هادي غير نخل. والله خاكم الحجر الصحي الا ما ننتقم منكم تنزيه. تنتقم من هنا يا نقار خويا، اش نعمل لك؟ انا نطل عليك على نزيه. اش نزيه؟ هم مازال مات ونخرج 4 ايام ونخرج 4 ايام. لا انت اش عديت يا نقار خويا؟ شنو اش عديت؟ تعدي توك من رمضان. اش بيك تخلط بعضك؟ انا رمضان انا نقار، انت عندك النهار الاول تو في الحجر الصحي. يا شنو النهار الاول؟ يا ودي باين فيك تخلط، عندك نهار تو يا نقار. نهار؟ اه. شو مع النقار؟ ما تبدل 13 اليوم؟ اه مالكش تسخن روحك انت. يا ولا حوالي يا ولا حوالي، تخلطت علي الايام. بس عبالك يا نقار اصبر، يا نقار اصبر. يا حليلي يا حليلي، ايش مروح بيه من فرنسا؟ ايش مروح بيه من فرنسا؟ اصبر يا نقار اصبر اصبر. ايش باش نصبر يا ولد، ايش باش نصبر؟ يا حليلي مازالولي 13 يوم. ايش في حد بيهم؟ ايش مش يعني؟ وسع بالك يا نقار وسع بالك يا خال، صاير في ايش مروح بي يا خال؟ ايش مروح بي 13 يوم؟ ايش مش يعدها يا رسول الله؟ 13 يوم يعديهم في الحجر الصحي، تهي تولد حجر صحي ونزيد حجر اخر، وين مش نشبوا ليه هكا؟ ليه ليه؟ وسع بالك يا نقار خويا، وسع بالك، اش نعملوا؟ عط احنا انا عباره حجر صحي زاد. يا حضر التجول قالك من الستة مش يولي يا نقار. يا انت راهي غلقت وروقت يا نقار. يا رسول الله يا رسول الله. اسمعني يا نقار. مسلم عليك زهو، مسلم عليك. زهو؟ اي. قولها ما عادش تكلمني، اه نب عليك، تبعدني، جيبني صغار وتبعدني. لا لا وسع بالك عاد، وسع بالك. والله قالت لي سلمني على النقار. وبعثت لك رسالة. شنو؟ بعثت لك رسالة. جواب. ولا رسائل؟ لاهي بالرسائل بتاع الحب نية يعلم بيك الربي. يا ودي يا خال يا خال. اه اسمع قولها، والله اللي تبعثي لي الطب بتاع اللي زار قباني. لا عاد لا لا وسع بالك عاد، وسع بالك. قالت لك الحي يروح يا نقار. حي يروح ليا في الحبس. تاهي هي معناتها قالت لك تو تروح يا نقار بعدين. ها آه تحت الباب، ها الرسالة تحت الباب، ها هذا طلع يا زهو. ها آه تحت الباب. لا لا تعالوا بالجوابات يا زهو. هاولا هاولا اقرا عاد، اقرا شت كتبت لك. شاني هاد؟ اسمع سير على زهو. ايوا شاني هاد؟ 10 شكاير سميد، 10 شكاير سكر، 10 شكاير فارينة، 100 كيلو أمو، 5 سنادق زيت حاكم، 50 لتر جفير، 10 كراد طماطم. خلال الدولة هذا الزينة ما خاب. هذيك القاضية قالت لك، القاضية حضر الفلوس قالت لك، هذيك القاضية. شنو؟ قاضي شنو؟
قاضية بتاع الكورونا، قالت لك القاضية بتاع الكورونا ها مش تمشي للمغازة، قالت لك حاضر الفلوس. هذه القاضية بتاع الكورونا؟ هاي قاضية الكورونا ذيك. يعطيها الصحة ما قصرتك، هاي تذكرتني. يا خالد. ها. اسمعني اسمعني. شنو هو؟ قيس قيس. أنا قيس. قيس اسعيد. شبيه؟ قداش حتى هو الحجر الصحي؟ هو حتى قالوا معناتها قال 14 يوم. 14 يوم؟ هاي. يا خالد. أمشي مكلمة شو قول لها ردهم 14 عام عجب ايه نبت نعدي 14 عام